وإلى استعدادات استقبال شهر رمضان الفضيل واللي تكون بالتوعية، وهذا ما تقوم به العديد من المؤسسات الدولة ومنها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين. نور المنصوري متواجدة هناك بتعرفنا على أنشطتهم أكثر. صبحت الله بالخير يا نور. صبحك الله بالنور والسرور يا خلود، وصبحكم الله بالخير مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كل مكان من داخل وخارج قطر. أنا اليوم في المؤسسة القطرية لرعاية المسنين نفس ما قالت أختي خلود بمقرها اليوم. هناك معرض بعنوان شاورني الرمضاني، وهي المعرض ضمن مشروع الاستشارة حضارة اللي ينظم قسم الإرشاد النفسي في المؤسسة، ويشمل على عدة أركان توعوية وتعريفية تساهم لتهيئة وتثقيف الأمهات والجدات لاستقبال الشهر الفضيل بنفسية مستقرة وهمة مرتفعة. ولمزيد من المعلومات حول هذا المعرض معنا دكتورة منار الغمراوي، استشارية نفسية في مكتب المدير العام إحسان. يا هلا ومرحبا فيك دكتورة. هلا فيك، صبحكم الله بالخير والنور والسرور. صبحك الله بالخير دكتورة. بداية لو نتكلم عن المعرض بشكل عام. نعم، معرض شاورني الرمضاني يأتي ضمن مشروع الاستشارة حضارة واللي ينظمه فريق الإرشاد النفسي في المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، هدفه تهيئة المسنات لاستقبال شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات إن شاء الله. كبير السن أحياناً لما يصوم قد يؤثر عليه الصيام من الناحية الصحية أو من الناحية النفسية. نعرف أن بعضهم عندهم سكر، ضغط، أمراض مزمنة، بعضهم مرضى نفسيين يأخذون أدوية. هدفنا في هالمعرض أن إحنا نهيئ كبيرات السن لاستقبال رمضان بدون تعب، نعلمهم شلون الأوقات المناسبة لأخذ الدواء، التغذية السليمة في رمضان، كيف يتحكمون في مشاعرهم في رمضان، كيف يسيطرون على يومهم الرمضاني بحيث أنه يكون أحلى. وعندنا محاضرة بعنوان رمضاننا أحلى، ونقدم فيها إن شاء الله الجانب النفسي والصحي وأيضا الجانب الديني. حلو دكتورة هاي الموضوع والمحاضرة اللي بتقدمونها، بس هذا المعرض هل هو سنوي ولا كأول مرة؟ طبعا احنا كفريق الإرشاد النفسي أول مرة ننظم معرض شاورني الرمضاني، وهو اللي انطلق من خلال خدمة استحدثتها المؤسسة واللي هي خدمة شاورني، وهدفها إرشاد كبار السن من الناحية النفسية من خلال المقابلة أو التليفون أو عبر الإيميل. انطلق المعرض وهو المعرض الأول، وإن شاء الله إحنا حابين أن نكرره بإذن الله تعالى إن الله حيانا في السنوات القادمة. أكيد في معلومات صحية ونفسية طبعا، اجتماعية وأيضا غذائية بخصوص الكبار في السن، بس هل هذا المعرض للنساء كبيرات السن أو بشكل عام؟ لا، هاي المعرض يقام لأمهاتنا كبيرات السن بهدف توعيتهم لاستقبال رمضان بشكل صحيح. حلو، هل هناك ضمن هذا المعرض فعاليات أخرى؟ طبعا بيكون أول شيء محاضرة دينية ونفسية واجتماعية يقدمها أنا بقدمها، والداعية كلثم المهندي والدكتورة منى الطويل دكتورة الطب شيخوخة في المؤسسة، وبعدها كبيرات السن مع أخصائيات والدكاترة الموجودين عندنا بالمؤسسة بلفون حوالين المعرض لنقدم لهم استشارات مختلفة في العلاج الطبيعي، في التغذية، استشارات صحية، وأيضا في الإرشاد النفسي ومن الناحية الاجتماعية. واليوم ضيفة الشرف معنا أم خلف أيضا بتقدم لهم حزاوي رمضان الأول. حلو دكتورة، يعني خلينا نركز على المعلومات التثقيفية اللي بتنقلونها حق أمهاتنا كبيرات السن. قلتي لي عدة أقسام، النفسي والعلاج الطبيعي والغذائي. إنزين، بشكل عام يعني من هذه الأركان ومن هذه المعلومات المفيدة لأمهاتنا تهدفون إلى ماذا؟ إحنا نهدف إن كبيرات السن يكون عندهم وعي بأن رمضان غير رمضان. نقدر إحنا اللي تقدر تصوم تصوم، اللي ما تقدر تصوم ممكن هي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع ثانية من الطاعات والعبادات. الشيء الثاني إحنا نوعيهم بأن لهم احتياجات في رمضان، وإن رمضان مدرسة التغيير، يقدرون يغيرون حياتهم وتكون انطلاقة التغيير من خلال رمضان. النقطة الثالثة أيضا يهدف من خلال هالمعرض إلى أن إحنا نعرف كبيرة السن على خدمات المؤسسة اللي نقدمها بشكل دوري على مدار العام. يعني هذه الأركان جميعاً هي في المؤسسة القطرية إحسان. إنزين، خلنا نتكلم عن كل قسم فيهم.
انزين، بما انك انت مسؤوله في مكتب المدير العام، خلينا نتكلم كيف اخترتوا كل قسم فيهم وما فائدته بالضبط حق كبيره السن؟ نعم، طبعا احنا نعرف ان الجسد والروح كل متكامل، فاحنا لما نتكلم ان في سلامه جسديه اذا في سلامه نفسيه، والاثنين يكملون بعض، وجهين لعمله واحده. فبالتالي احنا في كل ركن من الاركان اخترنا، مثلا في الركن الصحي المضاعفات في رمضان اللي تصيد كبار السن كيف يتحكمون فيها، طيب مرضى السكر ارتفاع السكر وانخفاض السكر عندهم نعطيهم ارشادات في حاله ارتفاع السكر او انخفاض السكر شو يسوون، الشيء الثاني مثلا اللي مثلا ياخذون ادويه او ابر انسولين متى ياخذونها، متى الوقت المناسب، هاي كلها بنرشدهم في المعرض له. مثلا اللي عندهم ادويه نفسيه في معرض الارشاد في ركن عفوا الارشاد النفسي يرشدونهم المرشدين النفسيين متى تاخذ تقدر تاخذ الدواء، طبعا بالتعاون مع طبيب الشيخوخه. اذا كانت مثلا لها في رده فعل معينه ناتجة عن هالأدوية، إنزين شلون مثلا هي تتحكم في ردة فعلها طوال اليوم خلال الصيام وهي ما قاعدة تأخذ هالأدوية. في ركن العلاج الطبيعي مثلا إيش التمارين الرياضية أو العضلية عفوا اللي تسويها تخلي عضلاتها طول اليوم في صحة، وإحنا إن شاء الله في الختام منوزع بروشور هدية حق الصائمات أمهاتنا كبيرات السن ك يعني رد الجميل لعطائهم المتواصل عبر السنين لنا، وبيكون مشتمل على كل الأركان اللي أنتم شفتوها في نصائح من كل قسم لهم. ما شاء الله دكتور، أن تفيدهم إن شاء الله نحو شيخوخة نشطة. ما شاء الله دكتورة، معرض جدا جميل ومفيد إن شاء الله يفيدهم. بس دكتورة يستمر المعرض لمتى؟ اليوم هو بس المعرض مدته، ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا بنكررها على طول، وخدمة شاورني إن شاء الله بتكون موجودة على طول إن شاء الله بإذن الله. دكتورة هل في فعاليات مستقبلية في الشهر الفضيل؟ ان شاء الله احنا في بالنسبه حق قسم الارشاد النفسي عندنا برنامج همتكم الرمضاني اللي هو نقدم فيه ارشاد نفسي جماعي لكبار السن في رمضان يساعدهم من خلال الارشاد الديني على التكيف مع رمضان بسهوله. يعطيك العافيه دكتوره منار الغمراوي، استشاريه نفسيه في مكتب مدير العام للمؤسسه القطريه احسان. شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه ومشكورين، انتم دائما في قلب الحدث. يعطيك العافيه، تسلمين. مشاهدينا ومستمعينا واختي خلود، هذا كل شيء كان عندي من المؤسسه القطريه لرعايه المسنين احسان والمعرض. ارجع لكم في الاستديو. شكرا نور، نشكر ضيفتك الكريمه والله يجزاهم كل خير، وفعلا يعني معرض متنوع. وننتقل معكم إلى الصحة ولكن من زاوية تكنولوجية مع الزميلة حنان بلان اللي بتعرفنا على الخدمة الإلكترونية جديدة تقدمها مؤسسة حمد الطبية، نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبح عليكم بكل خير مشاهدين ومستمعين قناة الريان. اليوم أنا معاكم من مؤسسة حمد الطبية عشان نغطي معاكم انطلاقها لموقعها الإلكتروني الجديد www.hamed.qa باللغتين العربية والإنجليزية، واللي يشمل معلومات أو مختلف معلومات عن المستشفيات والخدمات والتعليم وحتى بعد الأبحاث. طبعا التفاصيل اكثر حول هالموضوع او حول هالموقع راح يعطيني اياها ضيفي السيد علي عبد الله الخاطر، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في مؤسسه حمد الطبيه. صباحك الله بالخير. يا مرحبا، صباحك الله بالنور. يعطيك العافيه استاذ علي عبد الله. الله يحييك، يا مرحبا وسهلا. في البدايه لو تعرفنا اكثر عن تفاصيل الموقع. الموقع اول شيء الحمد لله رب العالمين، تم اطلاق الموقع تقريبا الاسبوع اللي الماضي باللغتين العربيه والانجليزيه مثل ما تفضلتي انت وذكرتي انت، اعتقد الموقع اللي هو www.hamed.qa. في ثوب جديد طبعا، كان عندنا موقع وتم تطويره بس تطوير كامل مثل ما قلنا باللغتين العربية والإنجليزية. لو تكلمنا بعد عن أبرز الخدمات اللي تقدمها بعد الموقع. أبرز الخدمات اللي قدمها الموقع واللي تهم المرضى والزوار اللي هي معرفة العيادات إذا كان عندها موعد، معرفة موعدهم أول شيء، وين موعده ومتى والمكان اللي فيه الموعد، اللوكيشن يعرف
طريقه وين يروح، يعرف اي مستشفى موعده. هذه من اهم يعني ما تجذب المستخدمين. يعني انتم سهلتوا طريقه المواعيد، الحين صار عنده كل شيء جاهز بالموقع الالكتروني مثل ما قلت. طبعا هذه من 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 اهم اهداف الموقع، انه يسهل للمراجعين للزوار. يعني اغلب المعلومات اللي يحتاجها ممكن يحصل عليها من خلال الموقع ان شاء الله. مثل ما عرفت ان في معلومات موجوده في الموقع عن الزائرين، حق الزائرين، لو تكلمنا عن هذه المعلومات. من اهم طبعا ما يهم المستخدمين الموقع اللي هو معرفه الدكاتره الاطباء، يعرف الطبيب اللي راح ياخذ معاه الموعد، يعرف موعده مثل ما تفضلنا قبل، يعرف يتعرف على المستشفيات من خلال الموقع، الخدمات اللي تقدمها كل مستشفى، شو الخدمات اللي يقدمها، شو العيادات المتوفرة في المستشفى. احنا عندنا 8 مستشفيات طبعا مؤسسة حمد، فمن خلال الموقع بيتعرف على كل هذه وهو قاعد ويتصفح الموقع. انا امس يعني فتحت الموقع بالفعل وشفت يعني في نفس حق امراض القلب، بعيد الشر عنا وعنكم مشاهدينا، عن امراض القلب وعن غيره من امراض، عن نصايح انتم تقدمونها. طبعا كل شيء موجود في الموقع لو تذكر لنا. يعني طبعا هذه كلها كل الحملات التوعويه والارشادات، ومثل ما قلت لك يعني كل ما يفيد المريض موجود بيكون على الموقع. يعني حرصنا احنا ان الموقع يخدم المرضى بشكل أساسي. مثل بعد ما ذكرت أن الموقع بيكون باللغة العربية والإنجليزية عفواً، شلون راح يساهم هالشيء في إيصال كل المعلومات حق كافة الشعب اللي موجودين في الدوحة؟ ما هذا هو الهدف من أن احنا نعمل الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، يخدم جميع الفئات وجميع من يغيمون على هالأرض الطيبة، بقى مواطنين قطريين أو مقيمين، عرب أو أجانب. وهل بيكون في نفس الأبديت حق الموقع؟ إيه طبعا هذه راح أول شيء عندنا إحنا تحديث له يومي بشكل يومي، وحتى بيكون مبين على أعلى الشاشة يوميا يتم تحديثه. نعم. في الختام أستاذ، نصيحة تحب أن أنت توجهها للمشاهدين بخصوص الموقع؟ والله ننصح طبعا ننصح المستخدمين او كل من يسعى لمعرفه خدمات، ايش الخدمات اللي تقدمها مؤسسه حمد الطبيه، ننصحهم طبعا بزياره الموقع والتصفح فيه، وانا متاكد انه راح يستفيدون من خلال زيارتهم ان شاء الله. يعطيك الف عافيه. الله يحيي. استاذ علي عبد الله الخاطر، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في مؤسسه حمد الطبيه. مشاهدينا هاي كل اللي كان عندي من مؤسسه حمد الطبيه. نرجع لكم الاستديو. أكيد نشكر حنان، نشكر ضيفها الكريم على هذه المعلومات. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين.